ماد متعب ويارا. قبل ما نروح لماد متعب ويارا حابب اقول لكم بعض. بركات ما راحش، محمد فضل ما راحش، محمد ابو تريكه ما راحش، مانويل جوزيه ما راحش، الوحيد من الجهاز الفني اللي راح سيد عبد الحفيظ، هاني سعيد لاعب الزمالك والمقاصة كان موجود، عمرو زكي راح من اول لاخر الفرح، شيكابالا جه برضو في الفرح، وحسن شحاته ما راحش، كمان عبد الواحد السيد جه، ووائل جمعه جه وقته صغير جدا ومشي، احمد عز عماد متعب ما عزموش رغم ان احمد عز الشقه بتاعته فوق عماد متعب، يعني عماد متعب تحت واحمد عز الممثل فوق، طبعا عماد شقته فوق عماد متعب على طول، فيلم عادي شقه جديده اللي هيعيش فيها عماد متعب. عصام كاريكا كان موجود، ايهاب توفيق كان موجود، المذيعه الزميله هبه الاباصيري كانت موجوده، كان في السيد حمدي كان موجود، يعني بعض اللاعبين في الانديه الاخرى كانوا متواجدين، كابتن شوقي غريب كان موجود وزوجته، كابتن احمد وزوجته، كابتن حماده صدقي وزوجته، كل دول كانوا موجودين في فرح عماد متعب. نروح للفرح ونرجع لكم تاني. كانت مقتطفات بسيطة جدا من الفرح، كان ممنوع الكاميرات تخش، يمكن انا جبت لكم تصوير عن طريق الموبايل فبالتالي ما كانتش الصورة واضحة نوعا ما، ولكن يعني جزء بسيط بنقول الف الف مبروك لعماد متعب، وان شاء الله يركز الفترة الجاية بقى مع النادي الاهلي ويرجع يجيب لنا جوان كتير سواء لمنتخب مصر او للنادي الاهلي.